هذا automated people mover واوتوميتد لانه driverless ما فيش فيه سائق فبنقل الناس ما بين terminals two terminals في المطار التيرمينال الشمالي والجنوبي مثلا north to south في مطار جاتويك جنوب لندن هلا هذا مثلا انا هون حطيت راح احط الابلكيشن عليه المسافه اللي راح يمشيها وراح نعمل speed time profiling تبعه وهون الاكسلريشن مهمه لانه الناس راح يكونوا واقفين اذا ما تحكم في الاكسلريشن بشكل صحيح رائد الناس ممكن يوقعوا هاي صوره ثانيه له من الداخل هي بتلاحظوا هون فيش حتى مقاعد عشان ارفع الهاندنج كاباسيتي حتى ياخذ عدد كبير من الناس عدد اكبر من الناس ما فيش في مقاعد في النهايه بس اللي بيكون ضعيف مثلا او مريض او العجزه وهيك بس بشكل عام متوقع من كل الناس انهم يوقفوا وفي هاند ريلز طبعا هون فلازم اتحكم بشكل دقيق في الاكسلريشن وفي الجر بدي اعرف شو المسافه الكليه رح نقطعها اظن هذا فتح في جولاي 2010 يعني صار له حوالي 6 سنين شغال بين التيرمينالز الاثنين تطبيقات ال سبيد تايم بروفايلينج هون رح تنطلق على الابلكيشنز اوف سبيد تايم بروفايلينج ان القطارات زي هاي الحاله الاوتوميتد بيبل موفرز فيكلز Robotic arms, mobile. هاي التطبيقات كلها والتطبيقات اللي هاي ولاحظوا هون في معظم الحالات عندي ناس هون راكبين vehicles راح يكون في ناس elevators فيهم ناس هون عندي بطل في هذا صارت robotic arm ممكن ما يكونش فيه أشخاص في داخل إذن هاي هذا التطبيق اللي راح نبدأ فيه.